مستر اوليفر، امبارح كان معايا احمد الاحمر مكانك هنا قاعد معايا وبتكلم معاه، وجالي رساله من رئيس النادي المستشار مرتضى منصور، وقال ان في مكافاه مضاعفه لو خدنا الكاس الاسبوع ده، وهيصرف مكافاه وكافه المستحقات المتاخره هتصرف في الفريق. رايك في هذا الموضوع، وهل ده ممكن من شأنه ان هو يبقى عامل ايجابي بالنسبه لك انت ككوتش، ان اللعيبه تبقى مستريحه ماديا والامور الماديه بالنسبه لهم خلصانه كلها؟ Yeah, of course. I think that players deserve اعتقد انه everything. ده هيخدم الموضوع وكلهم هيبقوا فخورين بالحكايه دي. زي الروبي كابتن روبي، احنا بدانا في شهر 7 then some players of the national team came after the Olympics. بعد كده لعبنا المنتخب القومي، كان في منافسات بعد الاولمبياد، وكان في 10 ايام او لما وصلت ولعبت اول ماتش قدام الاهلي. فطبعا not just because they won the league, مش بس عشان هم كسبوا الدوري وهيكسبوا الكاس، هم بيلعبوا كمان جامد وبيبذلوا مجهود كل يوم، ولازم نعرف ان دي رياضه وممكن نكسب نخسر ماتش. احنا بنقاتل عشان نحصل عن كل الحاجات المستحقات، يعني المبالغ الماليه، الجوائز. The money, the money for the players. الفلوس بالنسبة للعيبة مهمة. The money very important for the players. Yeah, they deserve, of course. طبعا بيستحقوا الفلوس دي كلها، لكن مش بسبب ان هم خدوا الدوري، لا، هم بس كمان يستحقوا ده عشان حاولوا يكسبوا، كانوا بيقاتلوا، وكل واحد لازم يكون فخور باللعيبه دي. صحيح، ده كانوا بيقاتلوا في الملعب، وهم يستحقوا كل المكافآت الماديه. لو يقدر يديهم الفلوس النهارده يا ريت، يعني مش بكره، لا، ياخدوها النهارده يا ريت. هو اكيد طبعا المستشار مرتضى متابع الحلقه، ومليون في الميه طبعا هو اكد هذا الكلام، والراجل الحقيقه ما بيتاخرش عن فرق النادي في اي وقت بالنسبه للامور الماديه بالذات. يعني الامور الماديه كانت قاسيه جدا في السنه اللي جمد فيها المجلس، ولكن الامور عادت لطبيعتها، واعتقد الامور ان شاء الله هتسير من احسن الى احسن ان شاء الله.